يا ترى هندهن المكتبة والقبلة والمنبر والشكل اللي موجود معانا الخشبي ده هندهنه ازاي؟ طبعا شكل بسم الله ما شاء الله جميل جدا، موجود داخل مسجد، واحنا بإذن الله عايزين نشوف دهانه مع بعض. ونبدأ الأول بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه أنيب. أول حاجة بإذن الله بنبدأ نجيب دهان صلر أخشاب بيتخفي كويس، ونبدأ نرش الإيه الخشب اللي موجود معانا، بنرشه حلو علشان يتغلغل داخل الخشب، وفي نفس الوقت كمان يبدأ يثبت أي حاجة ضعيفة موجودة في الخشب. كده ما شاء الله خدت أول وش، وهنبدأ بعد كده نبدأ نفقد معجون. طبعا احنا معانا كذا لون، الخشب اللي موجود معانا ما شاء الله خشب اسلامي، في افاريز وفي حلايا، ولكن في الوان، يعني في لونين، في لون فاتح ولون غامق، فاحنا عملنا معجون متلون لونين، لون فاتح ولون غامق، يبقى كل مكان باللون بتاعه هنبدأ نفقد المعجون المناسب ليه. طيب احنا عملنا المعجون ازاي؟ عملنا السيلر ازاي؟ دربنا الحاجات دي كلها ازاي؟ موجودة داخل القناة دهانات أسطر، فيها شرح بجميع الخامات بالصور كمان وبنسبة التخفيف. بعد كده هنبدأ نجيب صنفرة، والصنفرة دي هتكون 150، وهنبدأ نصنفر الشغل اللي موجود معانا بالكامل. وأهم حاجة برضو لو في معجون طبعا زي ما احنا شايفين بنبدأ نظبط المعجون حلو بالصنفرة. هنرش تاني سيلر كده ما شاء الله، يعني الخشب اللي موجود معانا في المنبر والقبلة والمكتبة اللي موجودة معانا، وفي كمان على فكرة يا جماعة باب كده جانبي كمان لغرفة ورا بدأ يظهر، يعني كده ما شاء الله بدأ يظهر، وإن شاء الله هيبدأ يبان أكتر في الخدمات اللي بعد كده والشغل اللي بعد كده. هنبدأ بعد كده في المرحلة اللي جاية، وهيبقى بوليستر، بولي أستر، هنبدأ نرش منه كويس بحيث إن هو يبدأ يخدم الشغل معانا ويظبط الشغل معانا أكتر. نسبة تخفيف السيلر على فكرة الخطوات دي كلها تنفع في أي شغل أستر، تمام؟ ونسبة تخفيف السيلر 1:4 تنر حار، تمام. طيب نسبة تخفيف البوليستر، طبعا البوليستر بيجي معاه معجل، بيجي معاه مصلب، بيتخف بتنر اسيتون، دي كلها يا جماعة ان شاء الله هنسيب روابط اسفل الفيديو، او تضغط على علامة الاي فوق هيوصلك لتخفيف كل حاجة باذن الله، وفيديوهات شرح لكل حاجة باذن الله اكثر تفصيلا. احنا بعد كده بنبدأ نجيب صنفرة، والصنفرة دي هتبقى مناسبة لشغل البوليستر، يعني هنقول مثلا 220. نبدأ نصنفر جميع الأفاريز والحلايا اللي موجودة داخل الشغل ونظبطها، وبعد كده هنبدأ نعمل ايه؟ هنبدأ نرش سيلر. يبقى السيلر اللي احنا رشيناه في الأول، رشيناه بعد المعجون، وبعد كده رشيناه بعد البوليستر. طبعا السيلر من اسمائه في الدول العربيه بشبور، سرفسر او سرفسر، تمام. وهو دهان شفاف ناري بيتخف بتنر حار. هنبدا نغلف اماكن ونسيب اماكن، يعني في اماكن عايزين نسيبها على لونها الخشب نفسه، تمام، ولكن طبعا مع الشغل الخدمة اللي موجودة بتخلي اللون يعتبر في أصفر كده بسيط،
فاحنا ما شاء الله احنا محتاجين الصفار البسيط ده، بيبقى واخد مثلا على لون بيج شوية، بيظبط لون شوية. احنا كده غلفنا اماكن وسيبنا اماكن زي ما احنا شايفين في الرسم اللي موجود. هنبدأ نجيب سيلر برضو ونبدأ نلونه. تمام، طبعا التلوين هيبقى بصبغات الاخشاب، وهنبدأ نرش جميع الاماكن اللي احنا شايفينها حاليا مكشوفة قدامنا، وطبعا الآية القرآنية اللي موجودة فوق بالكامل. احنا غمقنا الخارجي، وبعد كده فتحنا على خفيف الداخلي، رش خفيف، بنبدأ نرش معانا لغاية ما بنظبط. زي ما احنا قلنا يا جماعة، موجود داخل القناة ازاي كمان احنا نعمل الصبغة اللي موجودة دي، ولكن برضه عشان ما نطولش على حضراتكم داخل الفيديو، في كده في الجنب حتة ايه، حائط موجود. تمام، فاحنا عايزين نعمله لون خشبي يبقى ماشي مع الخشب اللي موجود، بحيث يبقى مكمل بعض زي ما احنا شايفين كده، بدل ما تبقى حتة كده لوحدها. فاحنا عملنا لون أرضية زي لون الخشب، وبعد كده عملنا لون ثمرة الخشب. طبعا هو اللون فاتح شوية، فاحنا عملنا اللون فاتح شوية برضو، وهنبدأ نغبره ونبدأ نرشه زي الخشب الموجود. طبعا دي رول يا جماعة احنا اشتغلنا بيها قبل كده برضو كتير في القناة، اللي يحب يشوف اكتر ويتابع اكتر. بنبدأ نجيبها ونبدأ نفرد بيها بحيث انها تعمل شكل الثمرة اللي موجود على الحائط. كده الثمرة اتعملت، عايزين بقى ايه، نخليها شبه المكتبة. هنعمل ايه، هنبدأ نرشها من نفس السيلر، طبعا متلون. هنبدأ نغمق الجزء اللي فوق، وبعد كده هنبدأ نرش الجزء اللي تحت للعرض او بالطول. كده الإبلة اللي موجودة والمنبر والمكتبة اللي موجودة بسم الله ما شاء الله بدأت تبان، واحنا لسه كمان مفكيناش التيب اللي موجود والورق اللي موجود. طيب بعد كده نبدأ القناة اللي موجودة، ورق ذهب. طبعا التاج اللي موجود فوق خالص طبعا ده اتعمل ذهبي محروق. بنبدأ نجيب ورق الذهب، أول حاجة بيبقى مسيون ومتلون ونبدأ، وبعد كده هنبدأ نجيب ورق الذهب، وطبعا بيبقى دفتر بنبدأ نقطعه على حسب المساحات اللي احنا محتاجينها، كبيرة أو صغيرة، أو بناخد كمان الفرخ كامل مفيش مشاكل لو مساحة كبيرة. وهنبدأ نلزق جميع الكتابة اللي موجود. تضغط بإذن الله على علامة الأيفو هيدخلك كورنيشة، احنا ازاي لزقنا ورق ذهب في كورنيشة، لو حضرتك عايز كمان تشوف اكتر. لما بنيجي نلزق زي ما احنا شايفين طبعا يبقى فيه بعض الزيادات، طبعا قطع من القماش او فرشة، ونبدأ كده نضغط ضغط خفيف بحيث ان هو يبدأ يثبت ورق الذهب اللي موجود. بعد منها ايه بشوية كده، بنص ساعة ولا حاجة او ساعة، بنبدأ نجيب فرشة زي ما احنا شايفين، وهنبدأ كده ايه نمشيها على الكتابة اللي موجودة بحيث انها تنزل جميع الزيادات. كده بسم الله ما شاء الله بقى اللي مكتوب بس هو ايه اللي ظهر قدامنا، ورق. كده بسم الله ما شاء الله جميل جدا. هنبدأ نجيب قلم دوكو اسود، وهنبدأ نحدد الكتابة اللي موجودة. ده كده يا جماعة ذهبي محروق، يبقى الكتابة كان ذهب عادي وده كده ذهب محروق جبناها. وبعد كده ايه بنبدأ برضو نفس الفكرة، مسيون، في مسيون سريع مسيون بطيء على حسب بقى شغلنا، وهنبدأ بإذن الله نلزق ورق الذهب. وعلى فكرة ورق الذهب الموجود احنا اللي مقطعينه مخصوص عشان خاطر ما يحصلش فيه هدر كتير في الشغل. نفس الفكرة برضو، يعني بعد ساعة كده ولا حاجة بنبدأ كده ايه نمشي الفرشة على جميع البرامج اللي موجودة بحيث انها ايه تنزل زيادات.
كده محمد كده هو شغال بيبدأ ايه يخطط الافاريز الداخلية في الكتابة، لون اسود بس انها تبان اكتر. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام. بنبدأ بإذن الله نشيل جميع الورق اللي موجود، كده زي ما احنا شايفين فيها كذا لون فاتح في غامق بسيط، تمام. وفي كمان ورق ذهب ملزوق سواء فاتح او غامق. الكتابة التانية الفحر العادي ده بلون اسود، اسود طبعا مطفي، مطفي زيتي، لان يعني بعد كده ان شاء الله هنرش ورنيش مجموعة عشان خاطر ما يحصلش فيه اي تفويش او كرمشة كده، تمام. بعد كده بنبدأ نرش ورنيش مجموعة لامع، ممكن بقى يترش مطفي أو نص لامع. طبعا احنا رشيناه لامع بحيث بس ان هو ايه يستحمل الأتربة اللي موجودة وتبقى سهل نظافته بسرعة. طبعا حتى الذهب رشيناه بحيث كمان يثبت الذهبي ويلمعه كمان اكتر. كده بسم الله ما شاء الله جميل جدا. طبعا ده البرامق، طب ده ذهبي على فكرة، ذهبي محروق، اسمه كده ذهبي محروق، بيكون فيه التشبيحة اللي موجودة دي. وطبعا كمان في المنبر اللي موجود ده برضه ذهب محروق. كده بسم الله ما شاء الله جميل جدا بعد ما خلص الحمد لله. نشوفكم بإذن الله في فيديو جديد على خير. طبعا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل اعجاب علشان يوصلك كل جديد من الفيديوهات اللي احنا بنقدمها. على فكرة احنا بنبدأ نجيب الشغل الخشب اللي احنا دهناه من جميع الاتجاهات عشان خاطر تبان اكتر، بنحاول نقرب ونبعد شوية عشان التفاصيل دي كلها تبان معانا. كل عام وأنتم بخير، أخوكم بهاء الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.